مهموم، مغموم، مخنوق، عندك مشاكل؟ تعال اسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نعمل ايه لما نكون في الحالة دي. يلا بينا. عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله عنه همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت هذا الدعاء وجب عليك أن تتعلمه. وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، ألا أعلمك كلمات تقولنهن عند الكرب أو في الكرب؟ قالت: بلى يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذه الكلمات تزيل الكرب والهموم، ولكن كررها بقلب حاضر وليس بلسان ذاكر فقط، ولكن لابد أن يكون قلبك حاضر مع الكلمات. قل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ثم يدعو بما شاء. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حزبك أمر أو كنت في مشكلة أو ضيق ردد هذه الكلمات ثم ادعو الله عز وجل بما تشاء، ولكن أهم شيء أن يكون قلبك حاضر، لا يكون الدعاء مجرد كلام فقط، ولكن أن يكون قلبك حاضرا مع الله عز وجل. وهذا الدعاء فيه من توحيد الله عز وجل وإجلال الله عز وجل ما فيه، فلذلك احرص على هذه الكلمات: فرج الله عز وجل همي وهمك، وأبدل الله عز وجل حزني وحزنك فرحا. قل آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.